رفعت محروس باش نحكيوا عليه البرامج, برامج الاطفال في التلفزيون التونسيه. معنا اسامه لحرش, صباح النور. بونجور. ورد خليني نكمل. كان ياكل راهو, كان ياكل تبارك الله, كان ياكل في القط. ما هيش مخليتنا بصراحة. يلا يا سيدي نمشي وبعد ما يمرتق نمشي ونجي معك. ميديا ماك. أيوة. دونك نحكيه على ضيعة محروس كما قلت أنت وجيها اللي باش ترجع في موسم ثالث. بعد قد إيه؟ سنوات. اي سنوات برشا كمان برشا. كنت تعديت تعدى الجزء الاول, بعد سنوات عملوا الجزء الثاني. قعدنا سنوات عشرات من السنين نقولوا احنا توا بريسك اكثر من 20 سنه واحنا نستناو في انتاج من نوع ذا, انتاج نتاع كما نقولوا ضيعة محروس, كما الانتاجات معناها نتاع نتاع برامج الاطفال المخصصه للاطفال. البرنامج هذا دونك باش يرجع على قناة تلفزة تي في. وبطبيعة باش نحبوا نفهموا أكثر تفاصيل كيفاش وقتاش شنية معناها تفاصيل البرودكسيون هذه مع مدير قناة تلفزة تي في زهير اللطيف. نقولوا له صباح النور سي زهير. مرحبا بكم, صباح الخير لكل الزملاء وإن شاء الله نهاركم زين وربي يحميكم ويحميكم. نهار كسعد الأيام. دونك سي زهير اللي نحبوا نعرفوها بروبو البرودكسيون تاع ضيعة محروس, الفكره نتاع شكون بالضبط؟ فكرة... وي سي زهير قلت لك الفكره نتاع نسمع فيك. الفكره نتاع شكون بالضبط دونك؟ والله الفكره نتاع مولاها, الفكره في محمود محمود الكاتب اللي قدم للمشهد الاعلامي في سنوات قديمه, قدم عمل لا شك انه العالم الكل العربي على الاقل تكلم عليه وتعرض واللي بقى في ذاكرتنا الكل, في ذاكره التوانسه الكل اللي هي ضيعه محروس. الحقيقه هو اللي اتصل بي حتى نكون واضح. كان كنت انا انتجت برنامج للاطفال اللي هو توانسه كيد اللي قدمته الفنانه كوثر بالحاج والفنان محمد الجبالي واللي دار تونس الكل اكتشاف مواهب تونسيه قبل سنه ونص. وجاني واقترح علي العمل. الحقيقه انا لم اتردد ولا مره وقت اللي نشوف راجل في العمر ذاك وفي تجربته البيداغوجيه, لانه هو رجل تعليم اساسا. صحيح. وما قدمه في المشهد الاعلامي في سنوات معينه وخاصه للطفل في بلد تفتقر تقريبا لكل ما هو انتاج سمعي بصري للطفل. فلم اتردد ولا لحظه, ولو انه امكانياتي راهي مش كبيره برشا, ولكن قلت بسم الله مجراها ومجراها, قلت توصلنا الحكايه ونلقاو حلول للإنتاج. الانتاج عليكم انتم معناها على تلفزة تي في. الانتاج علينا نحن وعلى كل من يحب يساهم في تطوير عمل الطفل. نحن مش نفتحوا الابواب للناس الكل. هنالك الحقيقه بعض الشركات اللي عندها اختصاص في الانيماسيون والكل اللي عبروا على استعدادهم للمساهمه في هذا الانتاج. اسكو سي رونتابل كي نحكيو على برودكسيون من نوع هذا للاطفال على القناه نتاعك ولا انتم معناها سي ان شوا باش تعملوا حاجه هكا ارتيست توجهوا للطفل اكثر يعني؟ والله اذا نقول لك نحن تلفزه تي في منذ تاسيسها لليوم ما مشيناش الى ثقافه الباز والرونتابيليتي بمفهومها التجاري الركيك. معناها كلمه رونتابل اكيد نحن اخترنا ربما ان نكونوا مش محطه تهتم بالبوز واللي هو سهل برشا انك انت تعمل ان برودوي ميديوكر وتقول انا عندي انوديمات بامضاء حسن الزرقوني. معناه في ما كيفاش نوعيه البرامج اللي يعطيها هو نسبه استماع ولا نسبه استماع او نسبه مشاهده كبيره. نحن اعتقد نقول لك في المحطات المحترمه في برشا بلدان في العالم اللي سيتها معناها تاخذ ار تي ولا تاخذ محطات من نوع ذايا ولا تشانل فور في بريطانيا ولا غيرها قاعدة تخدم. ما ربما نحن ما عندناش التكلفة اللي كيما تكلف بعض المحطات الأخرى اللي تعتمد برشا في ياسك الباز, ولكن نحن على قد كسائي يمد رجلي. فنحن نخدم في برامج اللي توفر لنا الحد الأدنى اللي ضمان الاستمرارية. واليوم برشا يقولوا كيفاش استمر تلفزة تي في, هي فقط بالاعتماد على موردها الداخلية ومن خلال ما وجدناه من حلول تجارية حتى نحن نستمر والحمد لله. وذا يعرفون ان في كل التلفزه الوحيده من نهار 25 ما تكون فلوسها خالصه وما نشتغل دفع الى اخره.
واضح. نجم نسأل سي زهير يقولوا يفضلك يعيشك مرحبا بك ساعة ونتشرف ياسر ياسر اللي أنت معنا في البرنامج يفضلك. يقولوا اللي حقوق التأليف هي تابعة للتلفزة الوطنية بما أنها هي بثت الجزء الأول والثاني ونعرفوا اللي تلافز يشريوا حقوق التأليف. هذه نحن باش نتفقوا في اشياء نحن مش لسنا بسبب القيام بالبث باعاده بث البرامج هذه اللي هي ضاعت محروس. واليوم الحقوق تعرف الفيرسيون 3 او الجزء الثالث حتى تاكدنا ان اول حاجه ضاعت محروس مسجله باسم الكاتب محمود محمود قبل ما دخلنا في كل هذه التفاصيل. اذا حقوق الملكيه تعود دائما للمؤلف معنا الملكيه الفكريه نحكيو راهو اليوم. نحن لسنا بسبب اعاده بث الجزء الاول والثاني نحن بسبب انتاج. وانا نحب نقول ونذكر للامانه انه الراجل هذا دق ابواب القناه الاذاعه والتلفزه الوطنيه ملي كانت اذاعه والتلفزه لين ولات مؤسسه الاذاعه والتلفزه الى اخره وراني مراسلات لا تحصى ولا تعد. انا الحقيقه اتالم عندما نلقى انه شخصيه من نوع هذا ربما حتى برشة توانسة ما يعرفوش. وانا نشكر لانه بعض الوسائل الاعلام منهم انتوما اللي تلقوا الضوء اليوم على عمل من نوع هذا. اعتقد انه الحقوق الملكيه هي ملكيه فكريه اللي يعني احد الشعراء والكتاب ما نجموش نفكوا لهم حقوق ولا المبدعين بشكل عام ما نجموش نفكوا لهم حقوق ملكيتهم الفرديه. هذه مش طماطم ولا هريسه ولا الى اخره هذه نص وابداع. فهو الاسم سجله باسمه هو بصراحة في الملكية الفكرية وهو ينتج في عمل جديد حتى إذا تحب معناها تسمح لي أنه ما سنعتمده من محتوى وتقنية عمل تتماشى مع التطور التكنولوجي للمشهد السمعي والبصري بشكل عام. حاجة جديدة بيان سور. بيان سور خاطر تطورت التصوير بيان سور أكيد فما تطورات طرأت على الصورة على الديكور على كل شيء مش بنفس مش بنفس الصورة اللي ريناها في الجزء الأول والثاني اللي أكيد معناها في سنوات 10 و20 و15 سنة التالي. ولكن شفت الروح هذيك الروح اللي فيها شوية نوستالجي. أنا شفت تعليقات في محمود من محمود تكلم في برشا في مناسباتي الأخيرة شفت التعليقات نلقى مثلا لو تقرا كبار في العمر يقولوا حتى نحن نحب نشوفوا بعد محروس خاطر كنا باش نلقاو روحنا في هالضيعه اللي ضيعناها. نوستالجيا برشا نوستالجيا اكيد بيان سور. اكزاكتومون مشكور موافقين ان شاء الله سي زهير. شكرا لكم. شكرا لك سي زهير يعطيك الصحه ربي يعيشكم عايشك. اللي نحب نزيدوا على كلام سي زهير انه البرودكسيون الجديده هذيا باش تعتمد بيان سور نعرفوا نترحموا على الحبيب الذئاب الله يرحمه سونيا بوقديده زاده كيف الشخصيات اللي كنا شفناهم في ضيعة محروس واللي فقدتهم بيان سور الساحة الدرامية والمسرحية وكل هي موجودة على الموجودة الباج نتاع سي الحبيب بن ذيب موجودة السيري الجزء الأول والثاني اللي يحب يتفرج بالحق يدخل على الشين يوتيوب نتاعه معناها لا مش يوتيوب الباج فيسبوك الباج فيسبوك نتاعه باهي ممتاز برشا نوستالجي كما كان يقول سي زهير. أنا اللي حبيت نضيفه أنه باش يعتمد الكاتب والمخرج والمنتج على وجوه جديدة من خريجي المسرح خريجي ديزاد دونك باش نشوف وجوه جديدة بتاتر شخصيات جديدة زادة في الضيعة في الضيعة دونك فما 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 تطور نستناو باش نشوفوا كيسا دون ومن بعد بيان سور نحكي ونجمو ننقدو. واحنا الحاجة الوحيدة اللي فرحانين بها انه برامج الاطفال والبرودكسيون للطفل في تونس وفي تلفزنا اليوم ترجع من الاول وجديد. لازمها ترجع خاطر فما نقص كبير. صحيح حتى في الإذاعات ترى هو فمش برامج للأطفال موجهة للأطفال أي في الميديا الكل معناها تلفز ولا إذاعات ولا بو نامبورت حتى على لي سوبور نوميريك مثلا يوتيوب اليوم تلقى صغيرك في بلاصة ما يمشي يتفرج في منتوج تونسي باللهجة التونسية ولا بالعربية الفصحى يمشي للمشارقة يلوج على حاجات معناها هذيك تضيع حتى النطق نتاعو يبدا غالط راه بطبيعة أنا نشوف ساعات مثلا في برامج مثلا على اليوتيوب اللي يتفرجوا فيهم صغار معناه النطق غلط نطق الحروف الكلمات يستعملوا كلمات مستشرقة ما همش متاعنا معناها نقولوا احنا حتى في أسامي نعرفش أسامي الغلة مثلا أي. ما
احنا ما نقولوش كم مثرى ومش عارف مش عارف صحيح ايه برشا ما نحبش نعطي اكزامبل رينا برشا من نوع هذا. خلينا نحكيو على البرودكسيون تاع برامج الاطفال في تونس. فما مثلا دي اكزامبل عندنا في على قناه الحوار ملاكيدز ملاكيدز زي البيكا في موسمها الثالث ثالثيم سيزون تخدمت برك الله عليها من اللي بدات معناها بيكا في في الخدمه مع الاطفال تحبت حبوها صغار وقعدت مواصله في معناها في الجو هذاك هكا تحسها طفله صغيره كيفهم دونك اعطات اكثر. فما وعندها روبريك يظهر لي في وسط البرنامج انها تقرا قصه يظهر لي للصغيرات حاجه ياسر باهيه هي بيان سور اللي هي ديجا برنامج في كارتاج بلوس اسمه ايه وحكي مع ثريا دونك يحكي قصص الانبياء محليها برنامج كامل يدوم تقريبا نص ساعه نشوفوا فيه معناها الصغيرات اللي تستضيفهم ثريا تقعد هي وياهم ديكور مزيان تحكي معاهم على على قصص الانبياء كان عندنا بيان سور هذايا جوست الجينيريك معناها الدخله نتاع نتاع البرنامج هذا. فما تيمو تي في زاد على قناه 9 اللي هي برودكسيون زاد باهي ناجحه برشا تيمو تي في وحبوها صغار ويتبعوها بيان سور. هذا بطبيعه بخلاف الوطنيه الاولى والوطنيه الثانيه فقره الاطفال العاديه العاديه. ما نعرفش انتم نحب نطرح سؤال هنا للكيب الكل شنو نتفكروا مثلا من البرودكسيون تاعنا للصغار تفكرش حاجه مثلا يوسف؟ والله الحق نتاع ربي انا كنت ياسر متبرانشي فرانسيس معناتك تيفو وميدي لي زوزو في فرانس 5 كانت قبل وكل العرب العرب حضرت على بدايه سبيس تون انا في الجينيراسيون تاعي اول ما حضرت هاي الجينيراسيون رحت ولدت دونك جست حاجه بركه برامج للاطفال راهو في الراديو نحن هنا عندنا راسين كاري جونيور مزيانه برشا ليميسيون اي صحيح صحيح في الراديو دونك اي اما ما يكفيش معناها برنامج واحد الراديو الوحيده اللي عندها برنامج للطفل تقريبا تقريبا نورمالمون قبل كانت في الوطنيه فما فما برنامج يومي كن نهار حد سيدة عليا تشوف مواهب تحكي حكايات تشوف مواهب الأطفال في الموسيقى وفي المسرح زيدة معناها برامج كيف هذوما أنا به مع مثلا برنامج ألعاب للأطفال لكن في اللعب مع صغيرة ويزمك تعطيه معناها معلومة ويزمك تكتشف مش عنده زيدة من داخل خاطر ينجم البرنامج هذاك ينجم يوجهه معناها كيف تكتشف عنده هكا قدرة في الكتيبة قدرة في الرواية فهم برشا صغار ويعرفوا ياسر يحكيوا لاخت غاكونتيرا وحاجة ما تتعطاش الناس الكل يعرف يعزف على آلة موسيقية مهم برشا انك يغني كل شيء كيما رينا مع عمي رضوان بيان سور المواهب نتاع الغناء حتى اللي ما عندوش موهبة ما يجي يغني وكل أسئلة معناها عشرات سنين فما جينيراسيون كاملة تربيت على عمي رضوان شفنا برودكسيون زادة كي تحط نقولوا احنا ديسان انيمي صور متحرك كي تحطها في اطار معين زادة تعطي شارم اخرى شفنا قنوشو كنت تفكر اللي تعدى في الوطنيه هيك الشخصيه هكا نقولوا احنا الوهميه معناها الفيرتويل اللي تقعد تلعب هكا بك اليويو قبل اللي نخلط على قرينة شلويش قرينة شلويش بالدارجه شبيح وشبيح ونقر زهواني نقر زهواني وحاجات هذوك كنت تعملهم برشا اسماء من الفرقه فرقه التمثيل الاذاعي فرقه التمثيل الاذاعي قبل راهو عملت برشا حاجات واسماء كبيره زيدا كان سي مختار الوزير في الاخراج وفما اي والكتيبه حاجات ياسر محلاهم بيشو فرهود بيشو فرهود اي بيشو فرهود الوطنيه اثنين امي جابت لي في عيد ميلادي اليوم اي علاش بالحق اليوم معناها ما عادش نشوفوا برودكسيون كبيره اللي تقعد جينيراسيون اللي تتولد توا 2020 2021 تحكي عليهم نهار اخر مثلا مو فما زيدا امين المخرج راه يفكر فينا بالبرنامج قال لك قرين شرويش قاعد يتعدى توا في الوطنيه يتعاود قاعد يتعاود اما مش لاقي نفس النجاح اما جينيراسيون جديده زيد صافي والحق نتاع ربي معناتها جيل اخر وتقنيه اخرى ومعطيات اخرى ما عادش تنجم تشد فل صغير قدام التلفزه توا الحق لا تنجم تشدوا علاش لا تنجم تشدوا تلقى البرنامج يتعاود على على على
دي صغار هربوا بينا راهو 5 سنين وست سنين تو يتحكم لك في تابليت ويتحكم لك في بي سي. اي ما يسالش احنا نتبعوه ليه تبع الصغير وين ماشي مخه خاطر قاعد يتطور في التكنولوجيا قاعده تهرب بيه. دونك احنا ما لازمناش نقعدوا زاده في اللبسه هذيك نتاع لبسه الدب وترك كيفاش يحكي. انا ما نعترض شويه راهو حتى في مسرح الاطفال راهو مسرح الاطفال راهو من اصعب المسارح اللي تنجم تخدمها. راه ما عادش تلبس له ماسك تقول له يضحك عليك ويتعدى ويخليك معناها صحيح خاطر واش قاعد يشوف في العالم فيش قاعد يشوف. سوليمون قاعد يشوف على اليوتيوب. اما كي تبدا حاجه باهيه في تونس تطلع له في التوندونس يوتيوب تطلع له في انا جبونس اللي برامج الاطفال تو لازم لي برودكتور يخموا انه يعملوا معناتها ديسان انيمي وكل شيء ديديي للديجيتال وقبل ما نعطيو وقت الاخبار حاجه راه مش سهل تقديم برامج الاطفال سي با دوني ا تول موند راه صعيب على الاخر. انا جوز نختم كلمه انا مع قناه خاصه بالاطفال والله كنت باش نسال سي زهير باش نقول له علاش ما تختصش التلفزه نتاعكم فما قوانين في بون قوانين قنوات متخصصة في تونس وتتفلسف والكل على حاجة تنجم تكون ياسر بينيفيك. يلا لحداش ميرسي بوكو يا لحرش اللي عيطولك في الشارع ولا لحرش دونك لحداش وقاية الأخبار نخليكم على جد تشوفوا أحوال